احتفلت دار الأسد للثقافة والفنون بذكرى تأسيسها 18 من خلال أمسية من الموسيقى الكلاسيكية أحيتها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان، مزجت الألحان الغربية بالشرقية وذلك على خشبة مسرح الأوبرا في دمشق. حيث بدأ الاحتفالية من بهو الدار من خلال عرض مجموعة من الملصقات لأهم الفعاليات والأنشطة التي أقيمت فيها منذ عام 2004، تلاه عرض فيلم مدته 4 دقائق يلخص مسيرة تطور دار الأسد للثقافة والفنون، وخاصة في سنوات الحرب على سوريا، وباقة موسيقية جمعت مغنية الأوبرا سوزان حداد مع موسيقيين أكاديميين. عندما بزغت فكرة إحداث الأوبرا لم تكن للبلاد في حالة يعني من البحبوحة، ولكن كان هناك سياسة ثقافية بعيدة النظر، بعيدة النظر جدا، ترى في إنشاء هذا الصرح الثقافي العظيم فائدة على المجتمع ككل وعلى بناء الفكر الإنساني لمواطننا. وأثبتت الأيام صحة هذه السياسة، صحة هذه الرؤية بعيدة المدى، والدور الذي تلعبه دار الأسد للثقافة والفنون على الساحة الثقافية دور لا يضاهيه دور آخر، مع الاحترام والتقدير لكل محافلنا الثقافية ولكل منابرنا الثقافية، لكن هذا المكان له خصوصيته وله بهاؤه وله جماله وله ألقه، وهو يعني محفز للإبداع لا شك، وحاضن في الوقت نفسه للإبداع. هذا المكان الذي كان الأمل بالنسبة لنا، الأمل المستقبل، يرمز للمستقبل، وبالفعل نحن يمكن نبقى بهذا المكان منعيش فيه أكثر ما منعيش ببيوتنا، فلهالسبب هذا المكان بيعني لكل السوريين اللي بيفتخروا أكيد أنه لدينا هكذا صرح ثقافي أصبح سفيرا لسوريا في العالم من خلال ما يقدم على مسارحه ومن خلال الرسالة الثقافية التي تنتشر ليس فقط على مساحة سوريا، الجغرافيا السورية، وإنما على مساحة العالم بأكمله. فاليوم حدث مهم جدا يجب أن نستذكره في كل عام، أن نقوم نقول أن هذا الصرح هو بحاجة دائما لأن نعمل على تطويره وحمايته والحفاظ عليه. الاحتفال ما بيقتصر بس على أهمية دار بعمر الزمني بقدر ما أنه قديش أصبحت هي عنوان وطموح لكثير من المبدعين أنه يكونوا حاضرين على مسارح دار الأوبرا. العروض اللي شفناها خلال فترة خلال هذا العمر الطويل من زمن دار لا شك بتشهد أنه اليوم الثقافة السورية رغم كل ظروف هي تعيش حالي من التألق، حالي من التوهج، بفعاليات متنوعة، بفعاليات ذات قيمة وسوية، وهذا اللي بيخلي اليوم الاحتفاء ب 18 عام من عمر الدار هو أمر كتير مهم، لأنه بنكون عم نأكد أنه الفن والثقافة اللي هي مشروع السوريين واللي هي لغة السوريين، ثقافة الحياة، ثقافة الإبداع، ثقافة الفن، ثقافة الإنسانية تتجسد في 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 دار الأوبرا في فعالياتها وفي الأنشطة اللي بتقوم فيها. تسعى الدار لتكريس رسالة المحبة والثقافة والارتقاء بالثقافة السورية من خلال مبدعيها في جميع المجالات ليصل نتاجهم إلى العالمية.